اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده استثنائيه من برنامجكم المفضل جفت ولا ما جفتش، وده من احد اماكن المفضله فما اقدرش اقول لهم لا. زوم بوتيك، تعالوا نشوف بعتن لنا ايه. او انا يعني مختار ايه؟ هم بيقولوا لي اختاري حاجات فبختار بدل ما يبعتوا لي حاجه غلط، صح ولا ايه؟ انا مش فاكره اول طلبت ايه فهتفاجئ معاكم. ايوه دي الجامب سوت، دي كتان اوفر سايزد، هوريها لكم في اللبس بعد ما افك الجبس اللي انا فيه ده اللي هو يوم الاثنين. وبرده اخترت الفستان الابيض ده very different عشان عنده يعني عارفين بابل دريس ولا بيقولوا عليه بالون دريس اللي هو جاي وبعدين قافش من تحت من حته، فانا ما عنديش اي حاجه كده فهتشوفوها في اللبس يعني مختلف. ها المهم يعني انتظروني. انا تقريبا كل السيتس اللي بالسكيرت من عند زوم بوتيك عشان هما بيجيبوها حلو قوي، فانا جبت السيت دي. مش انتوا عارفين ان كنت البسهم تحت العبايه في رمضان، بس ده بقى مش تحت حاجه. ومعاه الشميز ده، انتظروا برضو الستايل. ثانك يو زوم بوتيك.